يفيد الشعر، زيت السمك، لا الفيتامينات فعلا شو هو الشيء الطبيعي اللي ممكن، لانه قد ما حطينا للشعر من برا يعني انه من اول حمام زيتي او بس هو دائما الاهم انه شو ناكل نحن. طبعا شو الشغلات الطبيعيه ممكن يعني هو الغذاء يكون كامل، الشعره كاي جزء بالجسم تحتاج غذاء كامل، تحتاج فيتامين، تحتاج حديد، تحتاج فيتامين بي، تحتاج بروتينات، فاي اي جزء بالجسم، الجلد، الاظفر، الشعر كاي جزء يحتاج كل المكونات الطبيعيه للغذاء الصحي اللي هي مثلا الفواكه، الخضار، يعني هي الشغلات الناتشرال الطبيعيه اللي بيها عناصر كثيره، الحديد، الزنك، اهم شيء الحديد والزنك بالنسبه للشعر، الحديد والزنك والسيلينيوم، اكو املاح معينه. السيلينيوم وين؟ باي بالخضروات؟ يعني بالخضروات، بالمكسرات ممكن موجوده، يعني الغذاء الطبيعي لازم يحتوي على كل المكونات، يعني مو يعني بانه هذا الزنك موجود بهذا ركز على الغذاء هذا، لازم اخذ كل المحتويات، فيتامينات وبروتينات وعناصر يعني مركبات معدنيه ضروريه للشعر. زيت السمك بينفع؟ السمك مو ضروري، يعني هو مهم مو بس للشعر، للاظافر، للجلد، يعني هو يعني بس انا يعني مو واحد يلتزم باكله يعني ياكل بس زيت السمك ما ياخذ فيتامين سي وما ياخذ غير وغير. طبعا لا، لازم لانه الشعر يحتاج مثل احنا نريد ناكل اكل وشرب ومي، وهاي الشعر هم تحتاج كل المكونات الغذائيه. حلو كثير. طيب شفنا نحن قبل شوي تقرير زميلة ديما رشيد كانوا عم يحطوا ماسك على البشرة. طيب إذا انتقلنا للشعر، أحيانا بيقولوا لك زيت الزيتون، إنه شو مصداقية إنه الزيوت اللي بنحطها على الشعر؟ طب كيف هي بتنحط؟ أحيانا الناس بيحطوها ثلاث أيام بتضل أو يومين، زي جوز الهند كمان بتفيد هاي الأمور؟ هي بالنسبة للحالات اللي ضعف بالشعر يعني مو وراثية ممكن تستفادين من حمامات، ممكن هي من الجو العام، من ضعف الشعر مثلا، نشفان الشعر، الجو مثلا متغير، نوعية المي متغيرة، ممكن زي الحمامات الزيتية يعني تابع زيت الزيتون، زيت الخروة، بس كميات لازم محدودة، وقت محدود، مو تخليه تنام به، ما يصير، خصوصا الشعر الدهني، لأن الشعر يريد يتنفس، يريد له هواء. يعني احنا ما نخلي دهن او حمام زيتي لازم فد 5 دقائق 10 دقائق، ما نخلي كثير، ونخليه مكانات يعني بالجذور، مو ندهن الشعر كله، تعرفين شلون؟ فبالعكس اذا تخليه دهن كثير ممكن يصير تساقط اكثر، يعني الحمامات الزيتيه قسم يسوي نص ساعه او ساعتين، وهاي ممكن يسبب تساقط شديد، قسم انا يخبروني مثلا مسويه تمليس شعر وراسا ورا تمليس الشعر تساقط كله، او سوت حمام زيتي يعني وات ايفر، يعني سوت بالمركز سوت عده شغلات وراء شعرها وقع، قالت انا جايه اسوي شيء وخرب عندي شيء. فهي الشيء الزايد كالناقص، دائما الواحد يكون وسط، يعني مثلا غسل الشعر الكثير مو زين. قله الغسل يعني كثير قديش وقله الغسل يعني مثلا تغسل 3 مرات باليوم شعرها هذا ولا كثير، يعني باليوم مره كلش كافي. هو لازم باليوم مره؟ اي اذا دهني، اذا دهني باليوم كلش كافي مره، اذا جاف كل يومين ثلاثه تقدر تغسل شعره، يعني واحد يغسل جسمه بس شعره ما شو اسمه مو يومية، مثلا شعر جاف يومية مرتين ثلاثة تغسل شعره ممكن يسبب تساقط. يوم بعد يوم يعني يوم اي اذا جاف بين يوم يوم اتس اوكي، يعني ماكو مشكلة. الدهني لا، لازم يومية يغسل مرة، لان دهن قلت لك هو لانه الدهن هم راح نفس الشيء مثل الحمام الزيتي، راح يبقى فترة طويلة على الشعر يخنق الشعرة ويقتلها، فنفس الشيء، فهي لازم كل خير الامور اوسطها، لا غسل كثير يومية 3 4 مرات غسل الشعر ويفرق بينه النظافة، ولا ما يغسل أسبوع مثلا، فهي كلها لازم تنظيم، يعني ينظم حسب نوع الشعر، يعني حسب طبعا الجاف، مشترك، زيتي، حسب نوع الشعر. طيب عم تقول نغسل الشعر كثير وقليل، بس المواد المستخدمة لغسل الشعر كمان ما لها تأثير؟ طبعا المواد المستخدمة، نوعية الشامبو، مواد كيميائية، دائما أنا أنصح المرضى. طيب أنا كيف إني أعرف أحسن نوع للشعر؟ أنا دائما أنصح مرضايا يستخدمون الشغلات الطبيعية الناتشرال، الصوابين الطبيعية، زيت الزيتون، زيت الغار، هذني هي إذا ما شو اسمه ما تضر للشعر. أي فهي شغلات طبيعية، شغلات الكيميائية والشامبوات، أنا أكو شامبوات طبية للشعر موجودات يعني بالصيدليات، ما ينباع بالجمعيات والأسواق، أكو شامبوات خاصة طبية اللي بيها مركبات تنشط البصيلات مثل مينوكسيديل، مثل السبايرولاكتون، اكو شامبوات بها منشطات للشعر ما بها ضرر، تاخذها بوصفه الطبيب. اي بس الصوابين وهذا القسم انا اشوفهم يغسلون يعني مثل مسبح يروحون كلور كثير. صحيح. اي اذا كلور كثير بالمسبح ممكن يسوي تساقط شديد، فهي اي شيء كيميكال، اي ماده كيميائيه تاثر على الشعر ممكن تسبب تساقط شديد. كنا عم نحكي عن الحل الاخير اللي هو